أهلا بكم من جديد، كل عام وأنتم بألف خير مرة أخرى. إن شاء الله يا ربي كل البركات بتكون بالسنة القادمة الجديدة الهجرية الجديدة. رأس السنة الهجرية ومعاني هذه الحادثة التاريخية العظيمة في تاريخ الإسلام، اليوم سنتحدث عن هذا الموضوع من أهل الاختصاص. معنا فضيلة الشيخ الدكتور حسان أبو عرقوب، وهو الناطق الإعلامي باسم دائرة الإفتاء. أهلا بك فضيلة الشيخ، كل عام وأنت بألف خير. حياكم الله وأنت بألف خير إن شاء الله، صحة وسلامة إن شاء الله يا ربي على الجميع. إذن هي حادثة كان لها الكثير من التفاصيل، ابتداء من الخروج من مكة إلى المدينة المنورة وهذا الالتحام بين من نسميهم المهاجرين والأنصار. كيف ترون هذه القصة بعبارها العظيمة فضيلة الشيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في حادثة الهجرة ثلاثة دروس رئيسة، هنالك درس أخلاقي ودرس عقائدي ودرس حضاري، وهي تلخص المشاهد الطويلة والتفاصيل الكثيرة التي ذكرتيها. أما المشهد الحضاري فهو ما يشير إلى بناء الأمة وإلى بناء الدول وإلى بناء الحضارة. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج خطط ورتب ونظم وأدار وقام خلية للأزمة، وكلف كل إنسان بوظيفة، هذا يأتي بالأخبار، والسيدة أسماء تأتي بالطعام، راعي الغنم يمحو الآثار، هي إنسان ليحتفظ بناقتين كي يسير بهما، كل إنسان له وظيفته، وأخذ بالأسباب، احتمى بالغار، مع أن الغار لا يضر ولا ينفع، لكن هو سبب من الأسباب، غير الاتجاه والطريق عند حركته، وهذا سبب من الأسباب. كل الأسباب المتاحة أخذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن نستطيع أن نقيم حضارة ولا أن نقيم دولة ولا أن نقيم أي تقدم دون العلم. النبي عليه الصلاة والسلام استعان بدليل يدله على الطريق، وحتى هذا الدليل لم يكن مسلما، لكنه استعان به بسبب خبرته وعلمه، وهذه رسالة واضحة أن الدول لا تقوم إلا على العلم وعلى الإدارة وعلى التخطيط وعلى حسن إدارة الأزمات، وهذا الأمر يتكرر في كل زمان ومكان. فدرس الهجرة الحضاري هو درس موجه لنا جميعا، أن نأخذ بالعلم وأن نأخذ بالأسباب، كل الأسباب المتاحة. لذلك ربنا سبحانه يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ابذل قدر الاستطاعة، لا تترك من جهدك جهد والباقي على الله. هذا بالنسبة للدرس الحضاري، بمعنى المعرفة والعلم والاستعانة بالأشخاص ذوي الخبرة والابتعاد عن العشوائية والفزعة. قد إحنا فضيلتك بنحكي أنه إحنا ما بدنا نضلنا يعني بأي دولة متقدمة، موضوع الفزعة مش موجود، موضوع العشوائية والفوضى مش موجود، والتخطيط دائما مطلوب. طبعا نلاحظي في يعني لفتة، النبي عليه الصلاة والسلام رسول موحى إليه، طب ليش يستعين بإنسان يدل على الطريق؟ طيب هو ابن الصحراء وذهب إلى الشام وذهب بتجارة، إذن يعرف الطريق، لكن في حالة تخصصية في أزمة لا، بدي إنسان خبير، مش قضية قريب إلي وحبيبي وصاحبي وابن عشيرتي، لا ما فيها الحكي. إذا بدي أنجح بدي أعطي أهل الخبرة حقهم وأتحرك معهم، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التنظيم والترتيب والاستعانة بأهل الخبرة بغض النظر هو أنا بحبه ما بحبه، عديني مش عديني، مش هون السلافة، أنا بحاجته، مثل إنسان مريض في القلب وما في إلا إنسان مثلا على غير دينه يقوم بالعملية. أنا بدي أقعد أفصل شو دينك وشو عقيدتك، صاحب علم، بس أنا بدي أصحاب العلم مقدرون مقدر. فهذا رسالة مهمة كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، طب الله سبحانه وتعالى في ذكر الإسراء أما أتى بالبراق ونقله من مكة إلى بيت المقدس؟ طب أما كان ربنا قادر أنه والله يبعث له البراق وينقله، طب ليش عملنا هالقصة؟ حتى يعطينا هذا الدرس الحضاري، قدرة الله معك واستعن بالله، لكن عليك أن تأخذ بالأسباب. قيمة العمل، يعني قيمة العمل وبذل الجهد اللي كتير من أممنا للأسف العربية والإسلامية متراخية نوعا ما عن هذه القيمة المهمة. بدنا نرتاح أكثر دائما، بدنا نتكاسل أكثر. قيمة العمل مش موجودة كتير بثقافتنا حاليا، قد كانت موجودة في التاريخ الإسلامي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام صار في كل يوم 38 كيلو، يعني بقي بحدود 13 يوم في حر الحجاز يسير خلال هذه، وزي ما قلنا الله قادر أن يرسل له البراق بلمح البصر، لكن يريد أن يعلمنا هذه الرسالة، الجد والاجتهاد والبذل في سبيل إقامة الدولة، في سبيل طاعة الله، في سبيل الدعوة. وقل عملوا. نعم. هناك درس آخر وهو الدرس العقائدي، وهو درس مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام صحيح لم يهمل الأخذ بالأسباب وإن كانت يسيرة وبسيطة، لكنه
قلبه كان معلقا بالله. وهي قضية مهمة أن يكون القلب معلق بالله. كيف؟ لما جاءه الأمر بالخروج خرج والكفار ينتظرونه على باب الدار. يعني ليش إجوا هذول بدهم يقتلوه؟ طب لو لم يكن نبيا مرسلا هل كان سيخرج للموت؟ أبدا. جاءته الرسالة منه هو واثق أنه ما حيحصل له شيء فخرج. فهذا دليل من دلائل النبوة. ووضع التراب على رؤوسهم وقال شاهت الوجوه، يعني متأكد تماما أنهم لن يجدوا. ثم حادثة أخرى في الغار عندما كان يجلس مع سيدنا أبو بكر. الشيء الطبيعي الإنساني البشري فعله سيدنا أبو بكر، قال يا رسول الله لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرأى، يعني واقفين على باب الغار. نعم. لو قال هيك خلاص شافنا. صحيح. هذا طبيعي جدا، هذا الخوف مبرر. لكن خذي جواب النبوة، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذا دليل آخر على هذه النبوة، على الثقة بالله سبحانه وتعالى. فإحنا بحاجة صح إلى ثقة بالله وإلى توكل مع الأخذ بالأسباب. أما أن نعمل والله إحنا متوكلين ويا رب فرج عنا أزمتنا الاقتصادية من غير شغل مش حيصير، أو أن نشتغل وأن نفقد إيماننا ويقيننا بالله برضو حسن ظننا فيه، برضو ما حنخسر الداعم الأساس لهذه الحياة وهو الله سبحانه وتعالى. الدرس الثالث وهو المهم جدا أيضا الدرس الأخلاقي. النبي عليه الصلاة والسلام رآهم واقفين على باب داره ريدوا قتله، ثم طلبوه حيا أو ميتا، مع ذلك ترك سيدنا علي رضي الله عنه في فراشه كي يعيد الأمانات إلى أهلها. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي رفع الشعار أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. صحيح أنهم جايين يقتلوني، مهمة القاعدة في وقتنا الحالي. هذا درس أخلاقي عالي. إذا كنت قوي كنت على عداوة، كنت صاحب، كنت عدو، الحق حق. صاحب الأمانة يجب أن يأخذ أمانته. لا نتخلى عن أخلاقنا بأي حال من الأحوال. في أيضا يعني أنا دائما بقول إحنا بنحتاج لهذه العبر وهذه الأحداث التاريخية في التاريخ الإسلامي حتى نرجع لبشريتنا وإنسانيتنا. أيضا قضية الصداقة كانت حاضرة في هذه، في أبو بكر الصديق رضي الله عنه كم كان سندا وظهرا للرسول صلى الله عليه وسلم. الأنصار باستقبالهم للمهاجرين كم كانوا ظهرا وسندا أيضا بوقت إحنا بوقتنا الحالي اللي فيه صديق يخشى صديق أن يخونه، ما عم نصدق بعض كتير، ما عم نرتاح لبعض كتير، قلوبنا تغيرت، الواحد بخاف من أخوه إخوانه أحيانا للأسف في بعض الأسر. كيف تلاقي هذا الدرس اللي الناس كانت تدعم بعضها البعض صادقين مؤمنين بأنه هذه الصداقة ضرورية وهذه العلاقة الإنسانية ضرورية؟ والله أنت طرقت باب مؤلم. سيدنا أبو بكر ضرب مثالا للصحبة لا تستطيع أن تتكلمي جداً بعدهم. جدا جدا. في البداية ضحى بماله كله في سبيل الله، أخذ كل ماله في الهجرة لينفقوا على الدعوة. فقال طبعا الأرض اللي اشترى بها النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد الذي بني الآن المسجد النبوي أساس مال سيدنا أبو بكر. فكل إنسان يسجد سجدة في مسجد رسول الله هي في صحيفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هاي في البداية. فأخذ المال كله فقال لهم ما تركت لأهلك، عنده بنات وعنده أولاد صغار. قال تركت لهم الله ورسوله. هذا أول شيء. صاحبي وعلى الجيب لا تقرب، هاي مش صحبي. هاي الصحبة. هاي واحدة. اثنين، سخر ولده وابنته سيدنا عبد الله بن أبي بكر والسيدة أسماء. سيدة أسماء ذات النطاقين، بتروح بتجيب الطعام وسيدنا أبو عبد الله بيجيب الأخبار. هذا مش مزح، هذول ممكن يمسكوا ينقتلوا من أهل قريش لأنهم بتعاونوا مع هذا الإنسان الذي فر منهم المطلوب. فبالتالي هو ضحى حتى بولده في سبيل الدعوة وفي سبيل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما وقف على الغار أوقف النبي عليه الصلاة والسلام ودخل قبله. طب الأدب أنه يقدم النبي عليه الصلاة والسلام. طب ليش دخلت يا أبا بكر؟ قال أخشى أن يكون لك حية ثعبان عقرب حتى يعني يصيبني أنا ولا يصيبك يا رسول الله. يعني شوف الحب أن يضحي بنفسه وولده وماله في سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لما كان في الغار لدغته عقربة فما أراد أن يزعج النبي، وكان النبي نائما في حجره. قال حتى سقطت دمعة من حرقة اللدغة فسقطت على وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظته. ما بالك يا أبو بكر؟ قال لدغتني. قال فمسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظي هذا الحب، حتى إزعاج ما بده يزعج النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الطريق مرة يمشي أمامه، مرة يمشي خلفه، مرة عن يمين. قال حتى إذا جاء العدو يعني أصبت أنا قبل أن تصاب يا رسول الله. فهذه هي المحبة الحقيقية وهذه هي الصحبة الحقيقية.
بحقه، لذلك ربنا سبحانه وتعالى خلدها في القرآن: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. فصحبة سيدنا أبو بكر ثبتت في القرآن، مش بحاجة لجميلة حدا، في القرآن الله أثبتها: إذ يقول لصاحبه إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا. ما أجمل هالعبر والله. يعني إحنا دائما بنقول على أهمية العبادات في ديننا الحنيف، إلا إنه هاي العبر الإنسانية بتغيب عنا كتير، اللي نطبقها ونسقطها على حياتنا نحن ونتخلق فيها، نصبح بهذه الأخلاق. الأمم المتقدمة والراقية هي الأمم ذات الأخلاق. نتمنى إن شاء الله إنه كلياتنا نكون يعني إنسانيا رائعين مثل هذه القصص اللي بنسمعها دائما في التاريخ الإسلامي. بدي أتمنى لك كل الخير والتوفيق فضيلة الشيخ. شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح، وكل عام وأنت بألف خير. شكرا جزيلا لك. وإحنا بناخد فاصل قصير عزائنا المشاهدين وبنرجع لكم. فقراتنا لا زالت مستمرة احتفاء بهذه المناسبة العطيرة، ابقوا معنا.